أقف الآن على أنقاض هذا المنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. هذا المنزل لم ينجو منه أحد، دمرته طائرات الاحتلال الإسرائيلي وقتلت كل من فيه. انتشل عدد من الشهداء ولا زال 3 شهداء تحت أنقاض هذا المنزل، من بين الشهداء نساء وأطفال وحتى نازحين كانوا يقيمون في داخل هذا المنزل الآمن. استهدفتهم الطائرات الإسرائيلية، ولم تقتصر الأضرار على هذا المنزل فقط، بل طالت أيضا كافة المنازل المجاورة في منطقة مكتظة في مخيم النصيرات وسط القطاع. حتى الدفاع المدني والطواقم الطبية لم تنجح في انتشال مزيد من الضحايا نتيجة غياب المعدات والأدوات اللازمة لرفع الأنقاض، وهي صورة باتت تتكرر بشكل كبير ومتكرر في داخل قطاع غزة في ظل استمرار الحرب وتكثيف استهداف منازل المواطنين بشكل كبير. الصورة قد تقتصر كثيرا وتختصر كثيرا من الكلام، لكنها باتت تتكرر في كل يوم بغزة. من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.